يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إحدى الدور دور التحفيظ النسائية تريد أن تقيم دورة بعنوان أو حملة بعنوان روحنا لروحك فداء يا رسول الله، وهي تشتمل على محاضرات ومسابقات وتمثيليات وأناشيد، ويدفع رسم قدره 35 ريالا، فما توجيه فضيلتكم في ذلك علما بأن فيها طبقا خيريا يشتمل على الأكل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم الله تذكيرا بسنته، فهل هذا الفعل مشروع؟ لا، كله خرابيط ولهم مشروع. وأيضا خروج النساء من بيوتهن على خلاف السنة، السنة أن النساء تبقى في بيوتها ولا تخرج وتتجمهر خارج البيوت، هذه ناحية. الناحية الثانية الأناشيد والتمثيليات، هذه نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة الرسول باتباع سنته ونشر سنته، وليس من سنته التمثيليات والأناشيد. وأيضا عمل الأكل هذا ما هو، هذا من المباحات وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء مباح. وقولهم إن هذا مثل طعام الرسول، وش اللي يدراه من هذا مثل طعام الرسول؟ الرسول يأكل من الشعير وأحيانا ما يجد الشعير، يأكل التمر إذا وجده، وهذا ولا يجيبون من أفخر الطعام يقولون هذا طعام الرسول. نعم.